سيادنا بلا ما نطول عليكم، الرباط غادي يصيفطوا لنا لجنه ديال التفتيش. امتى؟ الله اعلم، الشهر الجاي، السيمانه الجايه، المهم جايه السي بلوط. لجنه ديال التفتيش؟ التفتيش ديالاش؟ ما عارفش التفتيش، المراقبه السي، تدقيق الحسابات، المهم سميها كيف ما بغيتي. انا عندي الناس ديالي في الرباط وهذه هي الخبر اللي وصلتني منهم، لجنة ديال الماليه جايه وجايه مستخفيه. وعلاش مستخفيه؟ وعندها تعليمات. كيفاش تعليمات؟ لجنة مستخفيه، هادشي اللي وصلني. هادشي اللي كان ناقصنا، لجنة ديال التفتيش. كنت حاس بها. ها انتم سمعوا واحد الرساله جاتني من عند واحد الصديق، بلا ما نقول لكم سميته. صديقي الوفي، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صديقي العزيز، بعد السلام. أخبرك أن واحد اللجنة خارجة من الرباط وجاية للمنطقة ديالكم، وبلا شك غادي تدوز على الفلاج ديالكم، وكيف ما كنعرفك أنت لا بد عندك شي حاجة في الحسابات ديالك ماشي حتى لهيه. هاد الشيء علاش كنوصيك خوض كل هالاحتياطات. ما تعرف إمتى تقدر تنزل عليكم، المهم عليك بالحذر. أش ظهر لكم؟ هاد الشيء علاش جمعتكم هاد الصباح السي؟ قضية في شي شكل هادي؟ هي عارف شي شكل حامض أقول. اللجنة هي، ولكن علاش في الفيلاج ديالنا بالذات؟ واش انا عارف السي بلو؟ كون كنت عارف كاع ما نستدعيكم هاد الصباح. سيروا تاونا التيسا وديما كيمشيو للمدن الاخرى، عمرهم ما تفكرونا. ما عرفتش جاهم اليوم. تسمحوا لي نقول لكم رايي؟ اش غنديروا به؟ هو اللي غادي يحبس هاد اللجنه اللي جايه انا في الطريق. قول نسمعوا اسيدي، قول خليه يقول لنا رايه. قول هذا الراي اسيدي. ما يكونوش جايين على قبل شي مخلودين باغين يديروا الاضراب. كيفاش المخلويدين؟ ولا شي خوانا باغين يديروا شي مظاهره؟ هذا هو الراي. وانت ديما زعما موالف بعقلك السر كيك. اش جاك اليوم؟ مظاهره، خوانا، وشنو اخر؟ كون غير كان عندنا شي وزينات ولا شي شركات نقولوا. انا غير قلت صافي يا سعاده الرئيس. واش انت كتشوف غير السخر والسنيح وكتقول اضراب؟ شكون اللي غيدير الاضراب؟ شكون؟ المعاز. انا غير قلت صافي يا سعاده الرئيس. قلت لك اسكت. وحلا هذا اللجنة؟ اش هاد اللجنة؟ هادي اللجنة مصيفطها الحكومة ومن الفوق، وكتخشيني فيها في كل شيء. اش دار ليك السلحج؟ انا؟ اش غيدار لي؟ انا بعيد على تصلع. على ما بقيتيش مدير ديال السبيطار ولا؟ مدير مؤقت. واخا سيدي مؤقت. سي بلوط وقرب لعندنا. فين مشاو المعلمين السي بلوط؟ نهار الخميس نعم السي، كيجمعوا شكايرهم وكيهبطوا للمدينة. وفين غادي السركي؟ راه ماشي وقت الخروج هذا. أنا جاي أنا جاي. السي البخاري، راه يمكن هاد اللجنة جاية تدشن غير شي طريق. أش من طريقة السي بلوط؟ بغيتي دير لي بحال رقيق ولا؟ هادي راه لجنة ديال التفتيش السي، ديال تدقيق الحسابات ليكون في علمك. حسابات؟ أنا ما عندي حسابات. وهي كتعطي للدراري لاكانتين في الوقت ديالها، العسل، كونفيتور، فروماج، الزيت، الزبده، الكوبير سخون. نزيد ولا بلاش؟ هز عنا الشفنج، بقى لنا غير الشفنج. حط هاك. واش خصني ندير نعمج؟ نوزع التلامد فرماجه فرماجه لواحد؟ ما يستاهلوا مساكن، كياكلوا غير الخبز واتاي. لا هاد اللجنة غادية تدي ما تعاود. شوف السي، ملي رجعوا هادوك المعلمين نهار اثنين، هاد الشيء لا ما جاتش اللجنة قبل. تكلم معاهم. كون هاني، غادي نتكلم معاهم واحد بواحد. أولا هذاك اللي كيزيد السوايع، قال لك كيزيد السوايع، وفاش في الرياضة، كيدخل عند الناس كيبقى يحنقز، ما كيخرج من الدار تيحطوا ليه 2000 ريال. والآخر، هذاك اللي كيدخل الدين في المواد كلها، جغرافية، التاريخ، وحتى في مادة الحساب كيتكلم لهم على يوم الحساب. قول لي السيدي نقص شوية. ويقري ولاد الناس بالمعقول. إلا جات هاد المصيبة، أنا راه ما عندي حتى مريض في السبيطار. على فين مشاو؟ ما بقاوش كيجيو كاع. ما كاين لا دواء لا والو. لجنة غادي نقولوا ليها ما عندنا حتى مريض. كيفاش غادي نبان؟ غادي نقولوا ليهم بأننا كنعالجوهم بالعلاج الطبيعي. وشنو هو هذا العلاج الطبيعي؟ كنخليهم كيتقاتلوا مع الطبيعة، هذا أحسن علاج. الجسد كيخلق المقاومة ديالو من عنده بدون تدخل الغير. الأدوية كلها سموم. حنا كنشعروا المواطن على أساس يرجع للطبيعة،
يرجع للطبيعة ياك. إوا سيدي ملي تجي اللجنة اشرح لي هاد النظرية الجديدة. أدبر سيدي على المرضى، على الأقل ثلاثة أعطيهم بيجامات جداد. ما يمكنش. كيفاش ما يمكنش؟ ماشي البيجامات، النوامس. مش حال هادي. كيفاش مش حال هادي؟ ياك ما بعتيهم. وهاد اللجنة، هاد اللجنة ما بغات تجي غير اليوم. الظلم هذا والله إلا الظلم. ياك ماشي وجاية. كيفاش شي وشاية سي بلوط؟ شي واحد كتب للرباط مثلا مثلا وقال لهم نخبركم بأن رئيس الجماعة الفلانية دار ودار ودار. بان لك غير رئيس الجماعة هو اللي كاين. ها؟ وعلاش غتجي قاعد؟ دابا كله ولا كيضرب على عرامو ياك؟ هو سيدي ملي غادي تجي للجنة غادي نتحاسبوا، وهذيك الساعة غنشوفوا شكون اللي وراقو صحاح. داكشي اللي دايرين وداكشي اللي واخدين وداكشي اللي ساهمين عليه راه كله مسجل. والله ما تسكت شي واحد. السي البخاري صافي يا سيدي، الاجتماع سالا. السي البخاري، السي البخاري الله يهديك. السي رقيد، عافاك لما جمع هذوك الدراري ديالك راهم كيضلوا سارحين في الشانطيات كيطلبوا، وحبسهم لداخل راهم كيحشموا بينا. هي الاولى ولبسهم شي شروطه نقيه. عندي شي طرابش هادي 4 سنين وهم مليوحين في واحد الخزين، عرفت ما ندير بهم؟ غادي نفرقهم عليهم. هكاك ونقي شويه وقاد من هنا ومن هنا. واش ما عمركم سمعتوا شي حاجه سميتها النظافه؟ ولا خاصني انا ندير كل شيء؟ بوجمعة حاضر. نعمس قول لي يا بوجمعة. نعم. علاش ما تنقيوش هذاك الفيلاج ديالكم؟ واش خاصني تنقولها؟ واش نتوما ما ساكنينش فيه؟ ساكنين نعمس. ايوا الا ساكنين سيدي خرج الشطابه وسط ديال الجير ودوز على الزناقي المسخين، وقول لهذاك البرح حتى هو يدور في الزناقي باش يعلقوا الرايه. حاضر نعمس. واللي بغى يجي يدارو قول لهم راه الجماعه كتبرع عليه ب 400 ريال وسط ديال الجير. حاضر. صافي صافي. نعول عليك. عول علي نعمس. يهديك الله يا مسعودة. اجي 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 اتا قلت لك اجي. ديالنا هادشي يا سي العرج. هذا غير انت خلعتيني. قلت لك ديال من هادشي الدجاج. باقي ما وصلناش للدجاج، كنهضر على هاد الحوايج اللي كيخطروا في المحكمة. ديال العساس عييت معاه ينشر حوايجو في دارو، قال لي كيسرقوهم ليه ياك. وهاد الوز. الوز الله يهديك تنتع الوز. الوز ديال اجي اجي يا مسعودة، اجي لهنا اجي. زيدك مسعودة. هي دابا السي العرج الناس كيجيو يدعاو والوز كيبقى يدور برجليهم ياك. كان الوز ولا ما كانش العدالة هي هي، والناس كيعجبوهم الوز. كاين فيهم اللي ولا كيجيب معاه النقد كاع ياك. السي العرج انا راه غير كنت ديز وقلت ندخل نصح صاحبي لوجه الله. ملي ما بغيتيش تسمع دبر راسك، واللي تجي للجنه حتى هي قول تجيب اللقط. الدجاج حتى هو تلف ولا كيبيض فين ما ولا. ما سمعتيش اش قلت لك ياك؟ اش قلتي؟ قلت لك اللجنه. اي سمعت شي لجنه تصاوبات بمناسبه كاس العالم. اللجنه جايه من الرباط. انا ما تابعش لكم. وفق من عساس السي العرج، هذه راه اللجنه جايه من الفوق، من الفوق، وكتخشيني فيها في كل شيء. وإلا عرضنا على هاد اللجنه ودبحنا لهم شي جوج وزات، يمكن عمرهم ما داقوا الوز. اش ظهر لك؟ ونصيحه اخرى، هذاك العساس ديال قول ليه ما باقيش يجبد السبسي في المحكمه حتى تدوز اللجنه. انا راه اموري ناضيه. شوف انت اش غادي تقول لهم. ايوا الناس عندنا ما فحالهمش، واخا نبغيو يعطيو ما عندهمش. البارح واحد الفلاح ما لقى ما يعطيني، جاب لي يجرو حيت الكلبه ديالو بحرا ولدات. اش غادي نقول ليه؟ بقى تهضر، بقى تعود على الكلاب. والله عرفتك اللجنه ما كتمشيش للجامع. ايه وانت؟ انا على الاقل كنمشي نهار العيد. حيت داير علاش؟ هذا بس العرج، واش غادي نبقاو نتناكرو بحال هكا؟ وانت اللي جبتي الصداع. نجيو تال هاد الايام نبداو نتخاصمو الوقت اللي خاصنا نتوحدو ولا لا؟
تنزل شكون شي بابور ما تدفعش الله يخليك تنزل ما تدفعش الاحترام سكن جيب شيبسي باشي جيب كيفاش تعملوا معنا؟ هذاك الشيء اللي نستاهلو. الناس ما كيقدروا لا شعر لا والو. الناس يقدروا اللي يقدر يخلص بلاصتو في الكار. منين في الخلا من دابا؟ ما كاين شي حد؟ ما كاين شي حد؟ ما كاين حد ني دار الاوتوروت ما بقى كيوقف حد اللي بغى شي مناده بارده ما كايناش شي شريب الله يرحم لك الوالدين انا ما باغيش مناده وباغي ناكل شهرين حنا كنتساراو متي بالجوع واكل شرب فابور ومازال كتغوت شي نهار غادي نوقعوا في شي مصيبه بلاتي الله يرحم لك الوالدين شحال باقي الاقرب فيلاج من هنا 4 كيلومتر الله يرحم لك الوالدين ما تنساش حنا شعراء انا ماشي شاعر وهذا شرف ليك جيبيت لجوج الناس عطيني الكارت ديالكم مالك في عينيك طاحت ليا فيها شي حاجه جد الله يرحمها كانت كدوز لسان تاع عيني وكتبرى في الباصه الله يرحمها الوالد اتهلا في نفسي الحاج الله يودي عطيهم الشوم نمره 11 كاين الماء سخون الماء سخون كيكون نهار الجمعه هذه هي 11 شكرا نمشي نتستر اودي بلاش 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 غادي تستر حنا غير بيناتنا قول لي اسمك بعدا عبد الرحيم قول لي يا عبد الرحيم شحال هذا من عام وانت فاكتور عامين وسبع شهور مزوج خاطب بنت الحاج شكون الحاج مول لوطيل واش كتسنى تزوج يا وليدي تزوج فين كاين المشكل وكيفاش كيجيوك الناس ديال الفش كيتهلاو فيك شويه ولاش بغاو يتهلاو فيا لا زعما غير واش الناس ديالنا مزيانين وكيتهلاو ولا لا هادشي اللي بغيت نعرف ايوا فيهم وفيهم بحال جميع البشر عندك كاين شي وحدين باش ينحسوك ويشوهوا السمعه ديالك كيختاروا شي قصاص ما عندها اساس من الراس كاينين وكثر من هذا كيكتبوا داكشي بلا عكاز عليهم وكيصيفطوه للرباط كاينه وهي تحت في داكشي وحده ما تنقراش البراوات السي البخاري علاش ما كتقراش البراوات علاش ملي تيجيبوا لي البراوات نقراها تنقراها
وتنكتب لهم حتى الجواب، ما فحالهمش مساكن، بعض المرات تنزيد حتى التنابر من عندي. لا 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 لا، انا ما كنسولكش على هادشي يا سي، سماك الله عبد الرحيم. سي عبد السلام اللي كان قبل منك هنا بقى كيقرا البراوات 40 عام، واش صرا ليه؟ والو، بخير ولا خير؟ خرج لانتريت وتزوج ومشى للحج، ما كاينش ما احسن من البراوات اللي بغيت تقف راسو. والعرس ديالك على حسابي. العمارية والشيخات حتى يطلع الفجر. صافي صار. اش كدير السي البخاري؟ اش كدير؟ يلا اللي عنده شي حاجه تمشي تقديها. يلا عجبتني هاد البنت. اسمع اسمع، دقات على بابي ريح، هزات قلبي ملتاع، طليت على الدنيا من جديد. ليالي راحت لياليها، ودور ربيع كيف العين، طلع على بابي من جديد. اش كدير؟ شاعر؟ لا. اش كدير في الحياة؟ كنكتب. فنان؟ فحال داكشي. كيعجبوني الفنانة بزاف، كلهم كيسكنوا في العاصمة ياك؟ حتى العاصمة كتعجبني. اش كيعجبك فيها؟ شي نهار غادي نسكن فيها بحال الفنان. ما طرفتيش ليا شي طاجين فحال البارح؟ اجي البارح شوية وشوفني الواليد، واخا غير شي بود نجار ولا شي حاجة. ميمكنش. عفاك. اجي فين غادي؟ غادي ندبر على راسي، لا بقيت معاك راه غادي نموت بالجوع. عفاك، لما سير عند الحاج قولي طرفنا شي طاجين. وسير عنده انت، الحاج راه حبس علينا الكريدي. باش ما نحق؟ سير سولو. قبيله شبع فيك معايا انا؟ قال لي قول لذاك المزلوط ديال صاحبك الا ما جمعش عليا شراوطو غادي نمشي نجيب ليه السلطات. انا مزلوط؟ هادشي اللي قال، وزاد حوايج اخرى ما فيها ما يتسمع. اهلا 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 صاحبي، اش اخباركم؟ بخير الحمد لله. لاباس عليك؟ كاين شي كليان؟ موجود خير، ما يخص. عافاك، لما سير عند الحاج قول ليه طرف لياش. عسي سير عندهم الكوزينه كلهم، عافاك يطلقوا يديهم، حيت عندي شي قصيده كتاكلني في دماغي. وكلشي خاوية، سير سير عافاك. الحاج حبس عليك ماكلة، ورتقنا غادي يمشي دارمية الصباح، راه غانا اللي حبستو. جدارمية كاع؟ والباشا ورئيس الجماعة كلهم. باش من حق انا يحرمني من الماكلة فهاد الخلا هذا؟ وما عندي حتى شي اللي دافع عليا، باش من حق؟ الحاج قال لها دغما ما تجيبين براسو حتى يخلص داكشي اللي عليك. عرفتي اش كيسميو هذا؟ حرمان مواطن من حق اساسي من حقوق المواطنة، وهو الطعام. طعام راه كيعاقب عليه القانون. راه ما كنعرف لا القانون لا مولاي وبي انا. شوف شتي تراك ولد الناس عز عليا بزاف، حتى الحاج راه عزيز عليا. خير هو مسكين مع كيسو من نهار وليل ما بقاش كيعرف شنو هو الجوع. هادشي عنده تجلس معاه وتقول لي هادوك الناس غادي يوصلهم شي فلوس من الرباط، اول حاجه يدوروا مع هاد الناس كاع كاملين. سير عنده عفاك. شوف شوف هذاك الشيء يقول لي الحاج هو اللي كندير سالينا. انت ما معك هضره وباسل. هاك راه ديال المرأة الأخرى. شنو هي هادي؟ صوبا وبارد هادشي. لا 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 ما عجبتنيش، بدل عليها هادشي. أما نعرف أنا ما كندخلش هي الكوزينة. كيفاش ما كتدخلش الكوزينة أجي؟ كتضحكوا عليا ولا شنو؟ شلا ضافينا هي؟ ما تقضيناش هاد النار. وهاد الطواجن؟ خاويين. هادي نص ساعة الناس كانوا كياكلوا في الضلعة هنايا. الضلعة اللي كانت الأخرى راه كلاوها. وهاد ريحة الحوت المشرمل منين جاية؟ ما عند جيران. ورد الطاجين اللي قلنا لكم سبق لنا الشلاطه دغيا رانا لكن شي لوبيا راه وي هو جاي.
الطاجين فين غادي به؟ هادشي ديال شي ناس محترمين. شتي انت ديما كنديرك بحال شي واحد صاحبي ياك؟ انا ما صاحب حد. او طاجين اجي. واش انا ما بقيتش فيك صاحبي؟ جالس بوحدي فحال هكا حاطي ليا الصوبون نتوما كدوزو بالطواجن. ماشي كليان بحالي بحال عباد الله. لا ماشي بحال بحال. علاش ماشي بحال بحال؟ مالهم هما عندهم جوج تلفوان؟ ماشي قادوش تلفوان هادوك الناس. قبل منهم الطبلة كيحطوهم صح هذا كيتقعدوا. انت الهضره معاك غير زايده بعدا. اجي هادشي بارد ما عجبنيش. يلا ما غاديش ناكلو صافي. هاد الصوبة هادي ما غاديش نشرب عليهم ولا ما عزيتوهاش من هنا غادي ندير الفوضى فهاد القهوة. يلا كلكم كتسمعوا. الحاج قال لي إلا بغيتهاش غادي نديها للمشاش. اجي حط حط. شوف أنا وياك ما كاين هضرة بينا حتى ما كندويش معاك. رنا رنا سيدي سيدي طاشين طاشين براد ديالك. وين خلصك؟ اللجنة جات. كنا في الوطيل وشفنا سمح تخليني نتكلم. باغا تيش تعرف تعاود؟ إذا ما قطعتنيش راه غادي نعرف نعاود. إيه إيه باركاتهم ما تخبطوا خلينا نسمعوا الناس اش كيقولوا. اش كاين؟ قولوا اش كاين. هاد الصباح ملي تلاقيت مع السي بلوط قلنا نمشيو عند الحاج من الوطيل إلا كان غادي للسوق يتقدى يتقدى لينا معاه بلا ما نتمحنوا حنا. لا ماشي هكداك. وكيفاش؟ خلطي كل شيء. ما كناش غادي للسوق. اه ماشي حنا اللي كنا غاديين. واش انا قلت حنا كنا غادي للسوق؟ هذا الشيء اللي قلتي. اجي واش غادي تبقاو تلاجوا النهار كله؟ انت كنقول جوج كلمات كيقاطعني. ما تقاطعوش السي. ما تقاطعوش واخا يبدا يقول في التخربيق. ما نقاطعكش يلا تكلم سيدي. فين وصلت؟ انت بديتي بعدا الاساتذه ملي اتفقوا بعضياتكم ما يبقاش بيناتكم هذا الشناء. انا هذا وصلوا عليا للدار. هاد الشي اللي بغيتي؟ انا ما درت والو. انت اللي ما كتعرفش تعاود. ملي وصلنا للوطيل قبل ما نوصلوا لقينا واحد الطلب وعطينا 4 دريال. واش حتى هادي نقولوها؟ يا سيدي قول كل شيء. ما قيل حتى حاجه. قول انت نيت هالسرقي هالسبلو. واش باغي نقولوا شي حاجه معقوله ولا ما باغيش تقولوا؟ الا غرضكم تطلعوا لي السكر قولوا لي سعاده الرئيس حنا باغي نطلعوا لك السكر. عرفتوا واش غديروا من هاد الشي كله؟ غادي تمشيو للبيرو وغادي نتفاهموا تما صافي. ملي وصلت للوطيل اشوق قبل. قلت لك ملي وصلت للوطيل حيت قبل ما كاينش قبل. واخا ملي دخلنا للوطيل تلاقينا مع الحاج. نقص الحاج. الحاج راه مهين. قلت لك حيد الحاج وقول لي شكون هادو اللي جاوا. اللجنه هما اللي جاوا. جوج الناس وشفناهم. وعلاش ما تقولوش من الصباح؟ علاش مشحتي راسكم بهاد الهضره الخاويه؟ علاش؟ وباش عرفتهم انتم اللجنه؟ قالها لي الحاج. داكشي باش قلت لك نهضر على الحاج وانت ما خليتينيش. جايين من الرباط ما كيخلصوش وكياكلوا كريدي صافي. هذه الجنيه سريه. هذه جاوا مستخفين هما هادو صافي. هما هادو واش غندير دابا؟ سير عندهم. فين باغي تصيفطنا السرقي؟ انت هو رئيس الجماعه وانتم هما النواب. الرئيس النواب كيخدموا من تيكون الرئيس مريض ولا غايب. انا مريض وغايب وميت وخنست بالموت كاع. انا ميت انا وجمع. زيد شوف الزناقي عطيو المال للزناقي. المال وما كرهتش من دروكا تبداو تبنيو في شي حي. غادي ندشنو بدايه الاشغال في الترام. شوف وما كرهتش تدبر على شي شينوي ولا جوج يحضروا معنا. ما كرهناش. يلا هز الجير وسلم سلموا وتبعوني. مشات ليام وانا وصاحبي ديما رئيس الجماعه ماله كيسول عليك؟ صافي هذا الحاج مشى علمو اللي هي ديال الاخره حبس مضمون. انا خويا ما درت والو. انا غير تابعك. وانا شنو درت كاع؟ شنو درت؟ كنكتب الشعر مزيان عاوتاني نمشيو للحبس على قبل الشعر. انا خويا ما كنكتب الشعر. انا بلا هاد الهضره خاويه سير شوف منين نهربوا.
اهلا اهلا مرحبا. تشرفين. السلام عليكم. وعليكم السلام. كل شيء مزيان؟ كل شيء مزيان. حاجه ما ناقصه؟ لا. والبق؟ شمن بق؟ ما كاينش البق هنا. والحاج باقي كيسر بها داك اللحم القاصح. ما قاصحش. وانتم لا ساكنين هنا؟ ماشي بلاصتكم هادي. احنا مزيانين هنا. حوس. بصيفتي كمسؤول على تسيير هاد الجامعة جيت برجلي باش نشوف واش كيتخلاو فيكم في هاد الوطيل ولا لا. والله هذه الحاج كان عيا معاه. والله سيدي الا كان عيا معاه. كنقول لي ما تبقاش تسبي للناس هذاك اللحم قاصح بحال البنو ملي كيعض الواحد كتبقى لا مراه كحله في السنان. اللحم ديال الحاج كحله؟ ابدا. احنا السوق ديالنا راه مراقب والنور اللي في وجهك. والله ما كيخرج اللحم للمواطنين حتى كيراقبوا الطبيب وجوج ديال الفرام اللي معاه. جايه شي لجنه مستخفيه تحقق الحسابات هاد الايام. افراسي كلشي. اش كتبرقم تما السي بلو؟ ياك ما قال لكم الحاج شي حاجه؟ الا قال لكم شي حاجه ما تديوش عليه. والله القسم لا هاد الخدمه ديال الرئيس ديال مجلس القراوي ما فيها رباح ما فيها فلوس. احنا غير متطوعين فراسكم نعمس. عرفتي شكون يحسبونا؟ ياك ما خاصكم شي حاجه. لا غير قلت ليه شحال كيسنى داك الفكرون ديال شكون الفكرون؟ الحاج جبتي عليه. ياك ما الحاج بغاكم تخلصوا مزيان؟ هي احنا ماشي مغاربه. والله سيدي خلصتو فرانك. غير يوصلونا شي فلوس من الرباط؟ انسى عليا الرباط. راه كتخلعني ملي كتجبد لي الرباط. سيروا جيبوا لي الفاكتوره ديال الناس. تبعوني. تخلصوا مزيان يا ما بقاو رجال في البلاد. باين انت ولد الناس. سماك الله عثمان. شوف السي عثمان، انا راه ماشي من هذوك رؤساء ديال هذوك الجماعات اللي كيدوزوا على الميزانيه ما كيخليهم وراهم غير القحط. انا راه عزيز عليا بلادي باش يشهد الله، وهذا الشيء اللي كندير كل شيء كنديرو لوجه الله. ما كنتسنى ميداليات من عند حد، ما كنتسنى اعتراف. والوطن كبر من كل شيء. وانتم سولوا عليا، سولوا عليا السكان كلهم واحد واحد وشوفوا اش غادي يقولوا عليا. لا محتاج. هذا راه شرف كبير اللي جيتوا لعندنا، وشرف كبير للفيلاج ديالنا. دابا بالسلامه ملي غادي تساليو من عندنا فين غادي تمشيو؟ لا ما تخافش علينا، احنا عندنا بزاف ما يدار. ايه انا عارف انتوما الخدمه ديالكم ما كتقاداش. الله يكون في عوانكم. قول لي السي عثمان، وما ديروهاش من قل الصوان. هاد الوطيل فاش راكم جالسين راه ماشي في المستوى ديالكم. عندك الحق كيلبق. ايه واللحم اللي واللحم كيقال لك بحال البنو. وعلاش ما قلتوش ليا هادشي من قبل؟ واه كيشتي مع احنا دابا يلاه ما غاديش تبقاو هنا عليا باليمين، ما غادي تبقاو في هاد الوطيل. وداري لا شلقت انا بالفرحات عليا تمشيو معايا للدار. عجبتيني انت والله تعجبتيني. انتوما راه دخلتوا ليا لقلبي من النظره الاولى. يلا سيروا نزلوا لي بحويجه. لا ما يحتاج حنا نمشيو. وهما لا شلقوا مزيان. يلا سي عثمان. بس سي عثمان شي ضرب شي دويره في المدرسه ولا الخيريه؟ من بعد غير باش تشوف كيفاش كنقري وليداتنا وكيفاش كنتهلاو فيهم. عرفتي شنو؟ ماشي ضروري. غير لا بغيتي تمشي للحبس؟ الحبس لا، وايام الله طويله. بارك الله فيك. انت اش غتمشيو للعاصمة؟ ما عرفت. غير الخير هذاك. مرحبا بكم. تفضلوا. دادا اللجنة ضيفان تفضلوا. زين سير الله يمسخك.
هكاك اخويا. لا راه خالص اخويا خالص. شنو؟ خالص. شكرا يا سيدي. الامداد والرجاء والاجتهاد في التعاون الاصابه ديالي لمثلما وكان كما السيد العقول قطر هذا اللاعب الرتبوي كذلك. سيد ابو جمعه يلا زيد يلا طرق راسك بداو بهذا الحيط حط لي السلم شوف جيروا الحيوط جيروا الشجر الاوراق ديال الشجر تاهما نبغيكم تجيروا وهذا التخربيشه تاهما نحيوهم مسح كل شيء مسح كل شيء قلت لك وملي تساليو شيروا الدخله ديال الفيلاج الدخله ديال الفيلاج ما فيها والو فيها غير الدرك جيروا الدرك واخا جيروا كل شيء واش كتسمع ابوش معاك نقول لك جيروا كل شيء جير كل شيء تاش خاسر انت واخا نعمس عثمان عثمان اش كاين ماك مفيقني باقي شاعل في بيتها بيت من ماريا بنت الرئيس نمشي نشوف لك كاين ما يتكل في الكوزينه لا اسمحي لي انت لا انت اللي اسمح لي كنت كنجري على واحد الفار دخل لينا للدار وما بقاش بغى يخرج ايه ما كاين بس ياك بعدا غير فار واحد ما عرفتش يمكن جوج كيتشابهوا عثمان متشرفين ماريا الحوس سيف الموت فين غادي؟ نقول بعد السي عثمان اش كيديروا عندك هاد البنايا وهاد الشيء نعم سيدي هذا فضاء ضفناه للطلبه تبارك ديال التكنولوجيا الحديثه وكاين بزاف نعم سيدي ما تشوفوا عندنا هنايا تفضلوا نعم سيدي تفضلوا نعم نعم حنا بزاف هاد المسائل كنعملوها وخدامين واش غادي يدير هاد القاعه هادي ديال هاد القاعه نعم سيدي القاعه الموسيقى هادي الكلام ديالنا ملي كيعيو من القرايه كيجيو يتسرحوا في هاد الفضاء تبارك في انواع الموسيقى كلها وشحال د الموسيقيين تخرجوا من هنا السي احمد البيضاوي احمد البيضاوي ديالنا لا 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 ديالنا حنا داكشي اللي قلت اي ناس تخرج من هاد القاعه نعم اجي تشوف اجي تشوف بلاتي السرقيك السي عثمان دابا كاين شي وليدات هنا كيتمرنوا على واحد المقطوعه فيها شي شويه شي مقامات معقده تنبعثوا الطلع على هذا الشيء دابا معنا يلا نمشيو نشوفوا قاعه الافراح يلا تفضل يا سيدي واحد الصوره جا معايا سيد الرئيس عافاك تفضل تفضل اس تفضل سيروا هاد البلاوات الاتساع مرحبا توفيق زيد ولدي عافاك قرب لي الطوموبيل سي رئيس الله يخليك هو في الحقيقه هادشي راه ما كاين حتى شي بلاصه سول الحوس بلايص وحده اخرى والله لا دخلك لشي واحد لشي دار ولا شي مدرسه واخا تبقى عامين شوف السي عثمان حنا هنايا عارفين باللي المنتخبون في المدن الاخرى كيديوها غير في المصالح ديالهم بينما حنا هنايا عندنا المواطن هو الاهم تماما والحاجه اللي ماشي في صالح المواطنين حنا ما كنديروهاش تماما
السير رقيق، وهذيك الماكلة اللي حطيتو لينا؟ آه غير ديال الدراري هذيك. جديدة ما عندي ما نقول. هذا ما شفتو والو. دجاج محمر وبسطيلة. آه والطباخ كونجي، كل ما كانش كونجي، وعلاش غادي نديرو ليه؟ سيد الرئيس، هادشي راه ما كاين حتى شي بلاصة، الله يخلف. وهذيك الباجوة قداش؟ مازال ما شفتو والو في الحقيقة. سيد الرئيس، الحوت صاحبي. عزيزة علي الماكلة. ويلا عزيزة علي الماكلة، قول لي راجل بلاصتها. الله يخلف. والسبيطار تقريبا خاوي، فيه ثلاثة المرضى. النهار اللي تعينت نعمة سيدي ولاو المرضى كيبراو داغي، مخير فيهم ما كيدوبوش ثلاث ايام، حيت انا حريص على شغلي. غادي نصاوبو شي بيترو ان شاء الله، والشينوا هما اللي غادي يعاونونا عليه باش ما نوحلوش في داكشي اللي وحله فيه الدار البيضاء. من دابا حنا غادي نصاوبو المترو ان شاء الله، مستقبل، حنا كنشوفو المستقبل باش ما نوحلوش في داكشي اللي وحله فيه الدار البيضاء. دابا عندي انا شي شي مع صحابي ان شاء الله. ان شاء الله غادي نبداو البدايه ديال الاشغال على الترام، وهالترام اللي غيفك لنا المعضله ديال هاد النقل اللي كيعاني منا الفلاج ديالنا. مع دابا حنا هاد الجماعه هادي كنشوفوا المستقبل، ماشي نخليو تتعرم علينا الاشياء عاد كنبداو. وهالترام ان شاء الله غادي يصوبوه لنا الشينوا. ولكن السي البخاري الشينوا مازال ما جاب. السلح واش عرفتي شحال بيننا وبين الشينوا؟ الشينوا الا ما كانوش هنا الاسبوع الجاي غيكونوا الشهر الجاي ان شاء الله. خاص غير نوجدوا لهم فين يكونوا. كما قلت لك السي عثمان، غادي الترام غيدوز من هنايا من فوق الواد. والقنطره سعادة الرئيس. السي باللوط، القنطره راه كاينه في البلان. اذا ما طلعتيش على البلان السي باللوط، مال على الشيطان. غادي يمشي من هنا، غادي يدوز مع الطريق 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 حتى الراس ديال الجبل. ايوا الثلج. الثلج كذلك حتى هو اتصلنا بواحد السيد اختصاصي في الثلوج من السويد. هو اللي غيفكنا هذه المعضله ديال الثلج. ايوا بهذه المناسبه راه تا السي عثمان كتب واحد القصيده على الفيلاج ديالكم البارح، اللي الكل هو كيكتب فيها. مزيان، تفضل تفضل عثمان. قرية الرجال، قرية الرجال، مضرب الأمثال، كل صباح فيها جديد وكل نهار فيها عيد. سير بوخاري، سير بوخاري راجل همام، طاحت عليه فكرة ترام بيه الفيلاج غادي يزيد القدام وبيه غادي تفتخروا بيه الأمام. بارك الله فيك. شي قهيوه؟ مالك؟ ما عجباتكش اللجنه ديالنا ولا؟ انا ما عجبنيش هادشي. كنلعبو. هادشي ماشي لعب، هادشي راه ولا بالصح. واما حسن، هكذا ولا القهره فين حنا؟ واش حنا ماشي بنادم؟ ما نستاهلوش يبان علينا شويه ديال الخير؟ ما عجبنيش هادشي وصافي. انا ما راجعش للقهره، رجع ليها بوحدك. هذه هي الفرصه ديالنا، ما خصناش نضيعوها. اش واش ادينا شي واحد؟ وقول درنا شي حاجه خايبه؟ واش نتسناو حتى نديرو شي حاجه خايبه؟ وبنت الرئيس شفتيها؟ شفتها؟ لا واش شفتيها مزيان؟ شفتها اكثر من مزيان. زوينه ولا ما زويناش؟ زوينه وطايبه، كتسنى غير اليد اللي تقطفها.
انت اللي شاعر، هذه هي القصيده ديال بصح، والله ما عمرك ما تلقى احسن. انت يا واحد الشيطان. ماشي شيطان، وبنادم طلعت ليه الميزيريه في الراس. بالي لي ما غاديش نطولوا هنايا. دير عقلك سعادة مفتش المالية. سمعة خايبة هادي، أنا ديما كنحسب لي راسي كنبان شاعر. اش كدير أبو جمعة؟ كنسبان. نزل. أبو جمعة، واش ما سمعتينيش؟ سمعتك. وانزل. صافي، ما بقيناش غنصبوا. صافي. ولاد الحرام، غير لقيتو الجير الفابور بقيتو ها ها ها. يلا وصل السلوم والجير للجماعة. يلا. أو ما عمرك خرجتي من هاد الفيلاج؟ لا. وما جاتكش تبدلي الجو؟ علاش؟ دوري شويه تبدلي الجو. لا ولا تزوجتي وكان راجلك ساكن في الرباط مثلا. مثلا تزوجتي عثمان مثلا، ما تمشيش تسكني معاه. عثمان راجل معقول، عرفتي، في الاداره عندنا كلهم كيخافوا منه وكيحترموا حيت هو جود وتيكتب الشعر، عرفتي، كيقول شي كلام. مزوج؟ لا، ما لقاش مسكين، باقي كيقلب على شي بنت الناس. واش عندك في داك الساك؟ ما كاين حتى بلا الرباط اسي بخاري. سميرة، ما بقيتيش كتسول. علاش نسول؟ نسيتي داكشي اللي قلتي ليا؟ ما قلت لك والو. قلتي قالك انا ما كننساش، كلمه ما كننساهاش. يلا قولي لي شنو قلت لك. ياك تكلمتي لي على العاصمه. اها، وقلتي لي غادي تديني نشوف حديقه الحيوان. شوفي، نساي ديري بحال ما قلت لك والو. شتي، ها هو خطيبك جاي. ما بقاش خطيبي. وانا مالي؟ تهلاو بعضياتكم. جيت عاود تاني؟ على قصة عاودوا لي اليوم، باقي عينيا مغرغرين بالدموع. يا قلت لك ما تبقاش تعاود لي على عباد الله. واحد المرأة مسكينة 40 عام ما شافت ولدها، تحسابه مات ولا تضر، واليوم وصلتها براتو بقات فيها. وانا شكون يعاود عليا؟ عارفها غادي تبقى فيك حتى انتي. ماما وكان عرفتي اشنو وقع؟ تخاصمو؟ كان خصك تكوني حاضرة وتشوفي بعينيك. اش وقع؟ تكلمي. شتي فاش حطيت لهم الغدا بقى كيشوف فيا. وعلاش غادي يشوف فيك؟ بنت من بالسلامة والعافية. ومنين عطيتو يغسل يديه؟ انت هذاك القفطان راه ماشي ديالك. علاش ماما ياك ما بقيتيش كتلبسيه؟ اجي شتك يومين هادي وانت شعلة فيك العافية، ياك شي باس ما كاين. هاد المرة راه بالصح. تكلم معك؟ قال لك شي حاجة؟ تقريبا. كيفاش تقريبا؟ ما نعرف، تقريبا وصافي. سيري تشدي الأرض الله يعطيك المسخ. سيري. حقيقة السات، لا هذه حقيقة، هذه لا يختلف عليها اثنان. أودي والله إلى ساعة سعيدة هذه ونهار كبير هذا. الله يبارك. مرحبا سي الحوس. سي باللوط عمل. تبارك الله على عمتي. أسي الحنش تفضل. أسي العرج أعمل شي حاجة. سي الرقيق بركة من هذيك النفحة وعمل شي حاجة تنفحك. أسي عثمان
فهمتي ليا ما كليتي والو. لا لا الله يخليك. لا لا ما كليتي والو. لا لا والله يا سيدي رئيس. هاد سي البخاري هز ثلاث مرات نسام متواضع. ما عندوش مع داك الشيء ديال البروتوكول. ما كاين. لا باين باين. والله القسم اسيدي الا ملي تيمشي للتيران تيحلوا ليه الباب ديالو سبيسيال. ويني هو كيقول لهم لا ندخل من الباب ديال الشعب. الله القسم ها هو سولو. اه مع الناس هكا كيعرفوني في الحومه وهذا. اه كيعرف الناس الراجل معروف كلشي كيعرفوه. اه كيعرف مديرين شركات جنرالات في الجيش كتاب. اه كيعرف دريس الخوري. كيجي عنده حتى للدار. اه دريس الخوري الله يا ودي شكون ما كيعرفوش. سير رقيق انت كتعرف دريس الخوري؟ ماشي وزير الفلاحه. وزير خد ما تاكل واسكت. سير دريس الخوري كاتب. وكاتب غادي تكون حتى انت كتبتي شي حاجه. ما خصاي عندي واحد الدفتر. لا كتب هيا كتب ويلي ما خلا ما كتب. كتب بزاف. كتب كتب واحد القصه سميتها زقاق المذاق. فايت لي سامع بهذا العنوان. حتى انا ما خفيش عليا. اه لا كتبوا هذيك. كتب وحده اخرى سميتها بيضه الديك. فرج بيض. يا سياسات يا سعاده الرئيس. كيخليكم تكتبوا بحال هذا الشيء ما كيقولوا لكم والو. هو في الحقيقه كاين بصح شكون اللي غادي يهضر معاه؟ كاع هذوك اللي غادي يهضروا معاه كيجيو حتى لعنده. ايه كل سبته سيدي كيدير لهم عراضه عنده قداش في الدار. ايه كيجي عنده وزير الخارجيه. ايه وزير العدل. يوم اللي كيمشيو الضياف كيقلبوها كارطة. تبارك الله السي البخاري تبارك الله مني كان صغير كان تيدير هادشي الكاراتي. الله يهديك هادي السي بلوط. الله يهديك البخاري ان شاء الله تتنوض دير لهم شي كاطات. لا 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 هذا فما عاد قالينا فيه. شكون خاصي باللوط. هادشي اللي بغيتي يا سي باللوط. المغاربة واعرين على عقل عنده تبارك الله. حتى حنا كنا في المستوى بحال ديما هما قشعوا غير الضباب. كل خذ مرحبا بك تفضل خذ زيد زيد خذ خذ هاك خذ شد خذ. مرحبا بك. قول لي الحسين دابا السي عثمان الشاف ديالك كيجيو عنده غير الشخصيات ياك؟ على حسب. الله والحمد لله داز كلشي زين واخا عندك واه مشوي عليك ولا ما كريتي الطباسي ياك مبين لي ولدنا هذوك. واش غتسكتوا تخليني نتكلم مع السيد ولا لا؟ وهو كيدير في كاركتير ديالو قبيح درويش كي كيدير مع الاخرين؟ عرفتوا واش غديروا؟ غتمشيو تنعسوا وغتخليو هادشي حتى للصباح وغتجيو تجمعوه. يلا ماريا حتى انت. واخا هكا البركة. الله يخلف. وغدا عاوتاني نزيدك شي بركة أخرى. واخا. قول لي الحوس السي عثمان الشاف ديالك اش كيبغي؟ زعما شي هدية كادو؟ ما عرفت والله ما عرفت. الفلوس كيشد الفلوس؟ كنسولك. رانا اللي كنسولك. اسمح لي ما عرفتش والله ما عرفت. شتي الحوس ما كتسهلش عليا المأمورية. اجي علاش ما تعطيش الفلوس تشري الكادو اللي بغا هو؟ حسن ما تشري لي شي حاجه وتصدق انت ندم عليها. عندك الحق ولكن هو اللي كيعجبو اكثر
هي يتهلاو في الكاتب ديالو. شحال من مره ملي كنرجعوا من شي سفر كيقول لي يا الحوس امضرا تهلاو فيك هذوك الناس. كنقول ليها الله يعمر هذا ما كنبغيش نتكرفس على عباد الله. اش بغيتي انت؟ بغيت نجمع. قلت لك حتى الصباح. ايوا نخليك تمشي تنعس مع راسك. تصبح على خير. تصبح على خير. شوف دار داركم. عارف كل شيء. شوف ما تحشمش دخلنا عليك بالله. لا بغيتي شي حاجه قولها. لا عارف. ها انت دور مع راسك في الفيلاج شوج الليل ربعة الصباح. ما تحشمش غير شاور. عارف كل شيء. شوف ايوا تصبح على خير. تصبح على خير. يا حبيب القلب قل لي واش كتبغيني. يا حبيب القلب قل لي واش كتبغيني. كتبغيني ولا لا كتبغيني ولا لا كتبغيني ولا لا. يا حبيب القلب. السلام عليكم. كنت تايزو حتى انا كنت واقفة. حال سخون اليوم شوية. كيعجبك الصيف؟ قول لي تعشيتو البارح مزيان؟ لا البارح ما نعشتش مزيان. ياك لاباس ياك ما الماكلة؟ لا غير كنفكر في قصة جديدة. داكشي ديال الشعر. فولار زوينة. شكرا. ايوا قول لي الشعر. واخا تعالي تحت جناحي القيدار مفرشة كلها نوار فيها جرادي تعتف بيك وفيها قليبي قليبي اللي كيبغيك. هذا هو الشعر. فهمت حتى انا كنبغيك. مزيان هذا الشيء اللي درتي مزيان. ماشي هكا لا اش وقع؟ لا ماشي هكا لا ياك ما درتي حاجه خايبه. خايبه استاذ هي ماشي خايبه هي كدار وما كدارش. ما عرفتش كيفاش غادي نفسر لك. واش درتيها ولا ما درتيهاش؟ شنا هي راك عارف؟ لا ما عارفش السي البخاري. بنتي ماريا مالها؟ تاوياها شافوكم الناس. لقيتيني جاي باش نتكلم معك عليها. لا ولكن ماشي هكا الناس كيهضروا وانا بنتي هي اللي عندي محافظ عليها بحال عويناتي وبنت الشرف. وفين باقي الواحد يقدر يلقى بنت الشرف السي؟ كيفاش السعتمان؟
بحال بنتك وبنت الحساب والنسب. كتعرفني انا ديما نيتي حسنه. لا ولكن ماشي هكا، خاصك تقدر الظروف ديالي. اش غايقولوا الناس ها؟ وانا درت فيك الثقه ودخلتك لداري وكنعاملك بحال ولدي وكثر. ها اسمح لي يا سي البخاري، راه هذاك الشيء علاش قررت وزعمت وقلت نتوكل على الله. ايوا سيدي، لا كانت عينيك في المعقول، هذا الشيء اللي بغينا حتى احنا. معقول هو اللي كيعجبني يا سي البخاري؟ لا زيد زيد لا لا, 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 لا زيد تفضل. بداو كيجيروا الحيط. او انت كيجيروا الحيط اللي في السبان الا مشات اللجنه يسمعونا. اش كتشوف فيه؟ جيتك تبدلت ياك بزاف، وليت كار. ماشي غير كار، طرخيتي وليتي عجينه. الحب كيبدل البشر. شكون اللي كان كيقول واحد النهار غادي انا اللي صدقت بصيد في هادشي كله؟ انت شوف، حتى القصائد ديالي تبدلات، ولات فيها ما عرفتش كيفاش نشرح لك الحوس، ولات فيها واحد النغمه ديال التفاؤل. وانا اش طلع ليا في هادشي كله؟ اول مره غادي نكتب قصيده على الطبيعه وعلى فصل الربيع. لا 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 لا، الارض والربيع و عرفتي اش غادي دير؟ من هنا 10 ديال الدقائق غتجبد داك التليفون ديالك وغتعيط ليا. كتبرصني الاشجار، ني غادي نجيب الاشجار دابا. من هنا 10 دقائق سمعتيني؟ الحوز الحوز. ادخل البيرو ديالك الله يخليك. الو نعم سيدي. ايه لا مازالين حنا هنا واحد السيمانه. لا لا كلشي كاين كلشي. اه لا لا جمعنا بزاف ديال الوثائق والشهادات. لا لا داكشي كثير. اه لا القضيه حامضه بزاف. ماشي الرابور غادي يكون عندكم من هنا سيمانه ان شاء الله. الله يهنيكم. ما كاين ثقه، نسحبوا الوقت هانيه. راه هذاك الرئيس هو مولاد الفايل. واش شتي بعدا اش كنقول ولا لا؟ دابا المصيبه الكحله هو في الاخر غادي يمسح فينا هادشي كله. وها اللي قلت؟ ما تبقاش تقول ها اللي قلت ها اللي قلت. واه اش قلتي؟ مالك السركي؟ مالك؟ اش عندك معاه؟ واسكت سيادنا، هاد الكلام غير زايد. اش غادي نديرو دابا؟ علاش من مناشاش؟ اشنو عاد؟ دهن السير عاد غادي نقفروه. ما غادي نقفروها الله يهديك. ما والو، بنادم كيف ما بغى يكون كيدوب قدام الفلس. سول سي بلوط. كيفاش غندخلو عنده؟ السلام عليكم. عليكم السلام. احنا جبنا لك الرشوه. اه ماشي هكاك ماشي هكاك، بالواحد بالواحد في الدول المتحضره الرشوه ما كتعطاش بالنفار، من التحت بينك وبينه. سي رقيق عنده الحق، نمشيو بالواحد بالواحد. نعس. ايوا دابا شكون اللي غادي يمشي الاول؟ اه ماشي انا، انا ما كنتي ما كتسمحش ليا باش. ولكن انت مولف. كيفاش مولف السي الحاج؟ واش كتعرف اش كتقول ولا لا؟ سيادنا بردو، انا كنعرف كي تدوز هاد الامور. اه نسمعوا السي بلوط، هو رجل التربيه. قول السي بلوط. انا عاده هكذا كندير، كنوقف قدام السيد وكنسولو ياك ما كيشالو شي حد شي حاجه ولا شي. قبل ما يحل فمو كنحط الجوا وكنقول ليه شي امانه جابها لك شي حد. ما كنبقاش كنتسنى، كنخرج بحالاتي. هذه طريقه مزيانه. وشكون اللي غادي يمشي الاول؟ ما كاين ما احسن من السي بلوط، هو مول الفكره. شتي تبارك الله كيفاش كيشرح بحماس. وعلاش ما تمشيش انت؟ انا كنحشم شي شويه. كتحشم انت؟
يمشي الصغير فينا وعلاش ما يمشيش كبير فينا؟ السي الحمصن على الشيطان، دابا حنا غير كنتناقلو وما عارفينش واش غنلقاوهم ليا ولا ما لقاوهمش. يا سيدي غادي نصيفطو ليهم بجمعة هي الاولى. رئيس الجامعة كاين هنا؟ لا، الجامعة دايرة إضراب. اهلا طبيب ديالنا. اهلا، مرحبا مرحبا مرحبا. ايوا كي دوزتي الليله؟ مزيان والله الا لا مزيان. سبحان الله العظيم لقيتيني كنفكر فيك. صح، حتى انا وحق الله العام العظيم والطعام اللي مشاركين حتى انا كنفكر فيك. لقيتيني كنقول مع راسي شو دابا مسكين هذا الماجور ديالنا غادي يكون دوز مده في هذا الفيلاج. اودي خليها الله، خليها الله وخلاص. تفضل 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 جلس. قول لي يا سي الحنش، اش ظهر لك في الرئيس؟ رئيس الجماعه اش ظهر لي فيه؟ سمعت عليه شي حوايج. حفر بير، حفر بير للفيلاج وحفر في البلاد ديالو، واللي ما عجبوش كيقطع عليه الماء. لا واني انا سمعت عليه راجل مزيان. حقا، اش كنخربق انا؟ حتى البير اللي حفر ماشي شي بير كاع، صخيور صخيور كاع. قول غحفر وصافي. ايوا اني بعد خطرات كيدير شي حاجه. كيدير ياه كيدير. ما نعرف والله سيدي، ما نعرف. من نهار اللي ولا عندنا رئيس في الجماعه وحنا السيره كلشي باين، كلشي باين. اش داكشي في يديك؟ يدي يدي والو. فلوس هادو؟ ها؟ ايه كانوا في يديك وطاحوا لي. ابدا 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 ابدا، انا ما عمري ما درت في يدي. الا ما كنتيش محتاج ليهم سلفهم لنا غير تنمشيو للعاصمه. يمكن طاحوا لك انت. انا خذهم خذهم ديولك ديول. أمضرة أمضرة كيشدو كيشدو كيشد بلا ما كتعطيه. هو كيما ديتي. لا بس الحمد لله، ما عرفتش اش غنعطيها انايا كاع. اتغيا تلفت ليا مسيخيت مازال كاع ما دخلتي. اش داكشي؟ انا فرحان حيت زرتوني البارح في الخيريه ديالي، عقلتوا عليا نعامس ياك. الله ودي، وبلي ما سمعنا ديك الاصوات الجميله ديال الاطفال هما كيغنيو الاناشيد طالع البدر. لا هذيك هذيك راه مدرسه. الخيريه الخيريه. الخير ما عقلتش. الكره الجاج تشخ. إيه دابا تفكرت. الخيريه إيه، ولكن البارح كنتي طول منها هكذا. غير الخدمه. دابا الانسان ملي كيقوم بالواجب الوطني ديالو لا بدا يقصر، ولكن الحمد لله انا راه ما كنتشكاش، ماشي بحال هذاك المدير ديال المدرسه.
مدير المدرسة؟ من المدير المدرسة؟ نعم سي المدير ديال المدرسة. باقي الدروك كيجيه الحليب وكيجيه الشوكولات وكيجيه الخبز سخون وما كيفرقوش على الدراري. لا كونتين فينا هي؟ فينا هي؟ سولو نعمس. بغيت نقول لك شي حاجة ودي السير رقيق وقعت لي بشي شكل نعاودها لك غادي تموت بالضحك. طيحت فلوسي كلهم في الطريق. مسكين. ودابا ما بقاش عندي الريال باش نقضي. مسكين. سلفني شي حاجة من عندك تنعطيها لك. فهمت. دابا مع التلفة مع نعم هاد الفلوس هادو لقيتهم طايحين هنا عند الباب. وقلت ما يكونوا غير ديال المفتش ديالنا. اسمح لي نعم سيدي عندي واحد الموعد مع الدراري غادي نفرق عليهم ان شاء الله شي بشكليطات. عرفتي ظريفين الدراري مساكن. اسمح لي نعم سيدي اسمح. علال خذ الباكاج ديال الناس. ما سولتيش فين كبرت هذا النهار؟ كنت تنقلب مع الشيران على ولدهم تودر ما خلينا فين قلبنا وفي الاخر لقاوه. سولت عليها اش من الخبار جبتي ليا؟ شكون هادو ولاد الحرام اللي كيكتبوا بيا؟ سير بصير اللي خدام في المياه والغابات. وشكون اخر؟ لوبان طاشرون. سي البخاري داكشي اللي قلتي ليا اش قلت لك؟ الزواج والمساعدة صافي تل من بعد 98 99 100 كيدير مع المياه والغابات سي البصير؟ سي البصير وكيدير مع المياه والغابات؟ احنا تنعديو ياك كلشي مزيان سي البصير. الحمد لله ياك ما خاصه حتى حاجه هاد الساعه الحمد لله. قول لي نعم تتحل لك الفم وطوالو لك اليدين وحتى انت وليتي كتكتب الشكايات ما فراسكش الساعه وين غادي ياخذ بنتي؟ اش دار لك اود العريان؟ نسيتي الخير اللي درت فيك؟ ما عقلتيش ملي بعتي الشرجمه ديال الخشب ديال الدوله؟ شكون اللي وقف معاك؟ انت 150 مليون
ربحتيهم بلا ما تهز بلا ما تحط. ودابا طوالي لك الصبعان وليتي انت كتكتب الشكايات انت وهذيك الربعه ديال البانديه. اسمح لي سي، اسمح لي، اسمح لي. سهله، وكون وصلت انا للحبس شكون غادي يسمح لي؟ ما تعرفني انا راجل درويش، هما اللي يزيدوني هاد العافيه. ومحشوماش يا الشياطين ولاد القبيله، باغين تغرقوني، باغين تصيفطوني للهويه. بنادم تيغلط يا سيدي، بنادم تيغلط. تعطى اللي صيفط باباكم كلكم الحبس، وكاين باش كلكم مزبلينا. نقول نسيبي جوج كلمات وهو غبر باباكم شقف. ولكن انا ماشي بحالكم، الله يسامح، مازال فيا شويه الانسانيه. عقل، انا غادي نزوج بنتي، عندك تبدا جايب لي جوج قوالب ديال السكر. لا لا، غادي نجيب اللي بغيتي انا سيدي. اقول لهذوك الحلف حتى هما يجيو بيديهم عامرين. ما عندي ما نقول، واخا نقول انا كنتسناكم في العشيه. واخا انا سيدي. الناس موجدين كلشي، خويا عثمان جات معاك اللبيسة، يخطاك الحوس ما تعرف ما دير. اش عرفتي شنو وليتي دابا؟ نسيب رئيس الجماعة. يا عندك تنساني ها مولاي السلطان؟ تمشي معايا لابسة هاد القميجة اللي عامرة بالحوت؟ لا غنلبس لبسة الوزير. مولاي السلطان شحال هادي؟ ها؟ كنسمعش مزيان. اسكتونا. سير بخاري، سير بخاري. ها هما مشاو فين؟ هما حوايجهم مازالين هنا. البراش يضحكوا عليا الشميت على خير يامي، ولاو كيضحكوا عليا البراش. حبس عليا هادشي، ما كاين لا دجاج ما تريشو حتى شي حاجه، صافي حبس. اش كاين سي بخاري؟ ياك لاباس وش على العافيه ولا شنو؟ راه العافيه واكثر من العافيه هادشي. اللجنه اللي كنا حنا كنحسبوها لجنه صدقات ماشي هي اللجنه. اش كتقول السي بخاري؟ ابلوط خلينا نسمعوا الرئيس اش كيقول. كيف كتسمع؟ ولا شنو ديال بصح جالسه كتفرج فينا وحنا ما جايبين للدنيا اخبار؟ قلبوا بايع على ولاد الحرام. يلا 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 سيدي، زيد زيد قلبوا معايا الشميت على خريامي كيضحكوا عليا فراق، على خريامي ولاو كيضحكوا عليا فراق. مشينا فيها، اش وقع؟ قلبوا علينا،
قلت لك من الاول ما عجبنيش هادشي. يلا انت مول هاد البلانات. زيد القبو معايا الشمد. نطلعوا للسطح ونهبطوا مع الدرج ديال الباب اللوراني. شكون؟ مجمع. اش كاين؟ اللجنة اللجنة. ها هي جات. فين هي اللجنة؟ زيد زيد. ها؟ سي بخاري. 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 جيب جيب شي حاجة، جيب شي حاجة. جيب جيب. عيط لهم في الريحة. جيب جيب شي حاجة. جيب الريحة. دير لي الريحة. دير لي. سي بخاري. خلي عليك الالهام. نكتب شي قصيده على الطبيعه. مزيان مزيان. وكتب على العجاج والضباب والريح. مزيان. كتب كتب. شحال باقي لاقرب فيلاج؟ 30 كيلومتر. يلا ما عطاوني والو. في الفيلاج الجاي غادي نتبرع ونزل بوحديك في الفيلاج الجاي صافي.